تعالى. كمان من ضمن اللافتات المهمة ويعني كان ممكن نتكلم فيها مع بداية الفقرة، لكن فيما يتعلق بفريق مصر المقاصة، وان هو جاب زي تورته كده واحتفل بها مع اعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي واللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة فريق مصر المقاصة. وفي الحقيقة راجل قمة في الأدب والاحترام والأخلاق، وحاجة جميلة جدا جدا. فأيضا من ضمن اللافتات المهمة والمميزة جدا واللي بتدل على مدى قوة العلاقات والاحترام المتبادل ما بين النادي الأهلي أو إدارتي الأهلي والمقاصة في الحقيقة. والناس يعني على طول أول ما الزمالك خسر من أسوان والدوري اتحسم للأهلي ما كدبوش خبر، كلموا اتحاد الكورة وقاموا بكل هذه الإجراءات الاحتفالية عشان يحتفلوا ببطل الدوري المصري الموسم الخامس على التوالي والمرة 42 في تاريخه النادي الأهلي.